السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة تفوق بامتياز. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على المحاولات ديال اونتيغون باش تفلجوا التا ديال خوها بولينيس. كيف عارفين حنا ان اونتيغون اللي هي الشخصية الرئيسية ديالنا عندها واحد لو دوفوار، واحد الواجب، عندها واحد البروجي هو علاش مبنية هاد المسرحية ديال اونتيغون. واحد الواجب هو اللي نايض عليه هاد الروينة كاملة ديال المسرحية، اللي هو انها تدفن الجثة ديال خوها بولينيس اللي كاينة في الجردة، اللي منع خيو اي واحد انه يدفنها، وقال لهم اي واحد حاول يدفن الجثة ديال بولينيس غادي يكون العقاب ديالو الموت. لا نقاش في هذا الموضوع. هذا ندوزو دابا باش نشوفوا المحاولات اللي دارت اونتيغون باش تدفن الجثة ديال خوها، وكل محاوله معاش بالضبط، وكل محاوله اشنو استعملت اونتيغون باش تدفن هاد الجثة ديال بولينيس. نتمنى انكم تفاعلوا مع هاد لا فيديو، تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش تدعيو مع الاب ديالي بالرحمه والمغفره وجميع الاباء ديال المسلمين. ونبداو على بركه. اونتيغون اتونتي دونتيغي سون فخيغ بولينيس دو فوا. اونتيغون حاولت تدفن الجثه ديال خوها بولينيس جوج ديال المرات فقط. لا بروميير فوا، اول مره ا 4 دو ماتان، يعني الوب اول محاوله ديال اونتيغون باش تدفن الجثه ديال خوها كانت مع الفجر، مع 4 ديال الصباح بالضبط. افيك لا بوتي بيل دو سون فخيغ بولينيس، يعني مني مشات باش تدفن اشنو استعملت كوسيله باش تهز التراب وتلوحو على الجثه تاع بولينيس اللي كانوا حارسينها لي غارد. كاين اللي غيقولوا لي كيفاش لي غارد حارسين الجثه واونتيغون يعني بدات كتلوح التراب على الجثه، نظرا لان الريحه ديال الجثه والجثه شحال وهي مليوحه تما، لي غارد بعاد شويه يعني بعاد باش ما يشموش هذيك الريحه. مني هما حسوا باونتيغون اول مره حاولت تدفن بولينيس، وهما ما عرفوش ان اونتيغون، عرفوا ان شي حد حاول يدفن الجثه مني سمعوا تخرشيش جاو هي فاش هربات اونتيغون، ولكن راهما ما لاصقينش حدا الجثه بالضبط، بعاد عليها واحد شويه. قلنا اونتيغون حاولت تدفن خوها افيك لا بوتي بيل، بواحد البالا، ديك البالا اللي كيلعبوا بها بالبحر كيبنيو دوك القصور وداك الشيء في البحر، وهذيك البالا مقراديه فيها السميه ديال بولينيس، يعني كتهز بديك البالا وكتلوح على الجثه ديال خوها. مني حسوا لي غارد بشي واحد راه كاين قريب للجثه جاو، لان هي هربات وما حصلوهاش المره الاولى، مي خلات البالا اللي مقراديه فيها السميه ديال بولينيس حدا الجثه. لا دوزيام فوا، المرة الثانية اللي غتحاول فيها اونتيغون تدفن خوها في نفس النهار، حيت المسرحية المدة ديالها 24 ساعة، غتبدا مع الفجر وغتسالي يعني في لانوي، ما عندناش زعما اليوم مشهد وغدا مشهد، يعني المدة ديال المسرحية 24 ساعة. في نفس النهار يعني اميدي بالضبط اونتيغون غتحاول تدفن خوها للمرة الثانية. اشنو غادي دير باش تدفن خوها هاد المرة؟ البالة اللي كانت كتهز بها التراب أول مرة خلاها تحت الجثة. اون غاطو لا تيغ افيك سيما، يعني اونتيغون بدات كتحفر يعني بالضفار ديالها وبالصباع ديالها في التراب، وكتجبد التراب وكتلوحو على الجثه ديال بولينيس، وكانت قريبه تكمل الدفن ديال بولينيس هي فاش حصلوها لي غارد وداوها دوفون كخيو. تما فين غتبدا عندنا لا سين دوز والكونفرونطاسيون ما بين هاد لي دو بيرسوناج، اللي غادي يكون النهايه ديالها هي الموت ديال اونتيغون، او بالاحرى الانتحار ديالها، باش تبين الخال ديالها انها كما كنقولوا ريسبونسابل دو سي زاكت. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هادشي هذا وعقلوا على هادشي وكتبوه باش تبقاو يعني شادين الاحداث مزيان ديال المسرحيه. والى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده.